دلوقتي دكتور هيثم الحاج، كان في آفة قاتلة في كل معرض الكتاب في السنين اللي فاتت، وهي الزيطة والزحمة والأكل على الألعاب، على البالونات، على باع جائلين، يعني بيتحول لحديقة عامة مش معرض الكتاب. هي فكرة الحديقة العامة أو فكرة الفسحة في الكتب دي أنا بشوفها إيجابية إلى حد كبير. يعني ممكن حضرتك ما تبقيش مهتمة بالقراءة قوي، لكن المعرض يجذبك إنك تروحي عن طريق فعالياته، فتروحي فتشوفي كتب، فعينك تاخد على الكتاب. دي كانت حاجة مهمة قوي. لكن طبعا فكرة باع جائلين لا، بس أقول حضرتك الحاجة، هو أنا ينفع أكون رايحة في معرض كتاب لما أروح ألاقي كل كشك مثلا بيبيع أي كان مشغل مش مزيكا، مشغل إزعاج وجنبيه إزعاج آخر وجنبيه إزعاج ثالث؟ لا، كانت المسألة أوعدك أنه مش هيبقى موجود. أنا مثلا ده موجود السنة ولا لا؟ يعني ما ينفعش في الفخامة والشياكة دي أنه يبقى فيه كده. يعني في قواعد السنة دي للمعرض. أيوة. احنا قعدنا بناء كراسة الالتحاق بالمعرض بناء كامل، بحيث انه كل السلبيات اللي كانت موجودة مع العشوائية في السنين اللي فاتت ما تبقاش موجودة. أيوة، الله ينور عليك، هذه الكلمة كنت بدور عليها. كان في عشوائية كده. هل فكرة البيع والشراء والمأكولات حطتولها برضو قواعد أكتر؟ هو الحقيقة الأرض متنظمة أصلا علشان يبقى فيه القواعد دي. يعني الفود كورت له مكان محدد وواضح وشوية معزول عن القاعات ولو إنه في وسطها. إحنا كمان في بلازات القاعات، هي المعرض بس عشان أشرح، كل صالتين في قاعة كبيرة في مبنى واحد، ما بين الصالتين في بلازا وهول. جوه بلازا يعني طرقة كبيرة ما بين القاعتين. الطرقة دي اللي في الدور الثاني فيها بيبقى فيه الندوات، في الدور الأرضي فيها بيبقى فيه مجموعة أجنحة، لكن كلها أجنحة لا تعمل على الكتاب، بتعمل على المنتجات الثقافية، بحيث أنه داخل الصلاة يبقى فيه كتب، خارج الصلاة يبقى فيه كل ما يتعلق بالثقافة، من سيديهات مثلا، منتجات رقمية أو منتجات لها علاقة بالتراث، مصنوعات تراثية أو مصنوعات يدوية تراثية، يعني لها علاقة بالثقافة في الأصل، مش بضايع والسلام يعني. مش بضايع. إيه حاجات عروض هتبقى بتتعرض على المسرح؟ كتير. وزارة الثقافة كلها شغالة على المسرح، من أول أكاديمية الفنون، الأوبرا، هيئة أصول الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، وبعض الفعاليات الفنية الأخرى من خارج دول. ودي لها يعني تذكرة مختلفة عن تذكرة الدخول؟ كله مجانا. تذكرة الدخول اللي هي ب3 جنيه على الباب هتشمل كل الخدمات والفعاليات اللي موجودة داخل المعرض. يعني أنا بس دوري كمرتدة للمعرض أن أنا أشوف الجدول وأقول أنا هروح اليوم ده عشان اليوم ده فيه عروض أنا عايز أحضرها، فيعني أختار الجدول زي ما أكون بشوف جدول الأوبرا أو جدول أيوة. الفرق، أحدد اليوم وأروح يوميها. نعم. والمسرح كبير، استيعابه كبير قوي، يعني في حاجة تدخل في 1000 كرسي تقريبا، يعني يستوعب 1000 يقعدوا فيه. عروضه متنوعة جدا ما بين الباليه والأوركستر وطبعا الموسيقى الشرقي، كلثوميات أو وهابيات، الفنون الشعبية بقى، الفرق الفنون الشعبية كلها هتبقى موجودة، الكونسرفتوار هيبقى موجود، معهد الموسيقى العربية هيبقى موجود. يعني الوزارة كلها شغالة فعلا على المسرح السنة دي. ده شيء بديع، ده شيء يعني ملفت جدا السنة دي.